يا أمة الله أنا مسلم بن عقيل، خذلني أهل الكوفة بعدما بايعوني، وإذا بهذه المرأة الجليلة قالت: وسيداي ومسلما سيدي تفضل على الرحب والسعة عقب ما بايعت غدرة الأشرار بمسلم، والقلب وقف محتار أو حي دمس وما إلى مصايار وجر طاعة وعلم ما يسأله يقلها وعين مستديرة. أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، أنا مثل حيرتي ما أجرت حيرة، أنا مسلم الفاجد الفاجد نصيرة. عند ذلك دخل إلى بيتها، قضى ليله بالعبادة، ثم بعد ذلك دخل ابنها، أخذ يستطلع الخبر، عرف أن مسلم في بيتها، ذهب وأخبر عبيد الله بن زياد، فبعث بثلاثمائة شخص حتى يأتوا به. في الصباح سمع وقع حوافر الخيل، فأخذ سيفه والتفت إليها وقال لها: لقد أديت ما عليك من الحق، ورزقك الله سبحانه وتعالى شفاعة جدي رسول الله. ثم توجه إلى الخارج وقد حمل سيفه يقاتلهم قتال الشجعان الأبطال حتى أكثر فيهم القاتل، وهو يقول: هو المواويات فاصنع ويك ما أنت صانع، فأنت بكأس الموت لا شك جارع، فصبرا لأمر الله جل جلاله. أخذ يقاتلهم قتال الأبطال حتى احتوشوه من كل جانب. قيس بن الأشعث، محمد بن الأشعث، بعث برسالة إلى عبيد الله بن زياد: أدركنا بالخيل والرجال. عند ذلك قال له: ويلك، واحد بعثتكم إلى واحد وقتل منكم هذه المقتلة العظيمة، فكيف إذا بعثتكم إلى من هو أشد بأسا منه، يعني الحسين. قال: أتظن أنك بعثتنا إلى بقال من بقاقلة الكوفة، أو إلى جرمقال من جرامقة الحيرة، وإنما بعثتنا إلى بطل همام وشجاع ضرغام من آل خير الأنام. قال: اطلب منه الأمان فإنك لا تقدر إلا به. عند ذلك قالوا لمسلم بن عقيل: لك الأمان يا مسلم، فلا تقتل نفسك. فقال: وأي أمان للغدرة الفجر، أقسمت أن لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، رد شعاع الشمس فاستقرا، أخاف أن أخدع أو أقرا. عند ذلك كملوا له بكمين ووضعوا حفروا هناك حفرة وغطوها، فلما قدم سقط في هذه الحفرة، فاحتوشوه من كل جانب وأركبوه على البغلة، فرأوه وهو يبكي. عبيد الله بن العباس قال: إن الذي يطلب مثل ما تطلب إذا نزل به البلاء لا يبكي مثل ما نزل بك، يعني هاي حرب، هذه فيها سيوف، فيها قتال. فالتفت إليه وقال: ما لنفسي أبكي، إذن من ما بكاؤك سيدي ومولاي؟ قال: أبكي للحسين وآل الحسين،
هذا البكاء الأول لمسد بن عقيل. البكاء الثاني إخواني أيها الموالون أيها المحبون، البكاء الثاني عندما صعدوا به إلى قصر الإمارة وأرادوا حز رأسه، صلى ركعتين لله ثم توجه ناحية مكة وقال: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. أهل الكوفة منتظرين ما الذي سوف يجري على مسلم بن عقيل. بينما هم في هذه الحالة يعز والله أيها المؤمنون عليكم، وإذا بجثة مسلم بن عقيل ترمى من أعلى القصر. أي رحم الله من نادى ويا مسلما وغريبا وسيدا، ثم بعد ذلك رموا بالرأس الشريف من أعلى القصر إلى الأرض. أيكتفون بهذا الأمر؟ لا، ما اكتفوا، جاءوا بالحبال وربطوها بقدمي مسلم وأخذوا يسحبون جثته في الأزقة والأسوايا. مصيبتهم مصيبة صدع الجبال، أو من قبل المشي بتشيب الأطفال، هم شفيت ميت يجرون بالحبال. يا صاحب لا تظن صارت مثلها، يا صاحب لا تظن صارها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف عنا كل سوء وبلاء، اللهم احفظ علماءنا العاملين، اللهم سدد وأيد حماة الدين، اللهم